كافة الشركات أو الشركات والمؤسسات العامة والخاصة في الدولة، ونحن نعتبر وسائل الإعلام شركاء. أعتقد أن المؤتمر بحد ذاته يعني أبو ظبي 2030 وما ما يعمل في دولة الإمارات بالأخص أن تكون يعني مؤتمر نفسه. نترك الكلمة الآن لسعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام. يلعب فيها القطاع الخاص دور كبير بأننا المسؤولية المجتمعية. القطاع الخاص على مستوى دول الخليج بشكل عام والإمارات. الأمر الآخر والثالث اللي هو أهم مجتمعية لها يعني في بند في مهم من قبل هذا الامر ان كان في تصاريح من البلديات ومن الشارك ان شاء الله وحتى مشارك بحضور وبكلمه. عفوا نعم هذه المشاركه الاولى شارك معنا من خلال امينه العام عقيل الجاسم في الجلسه الافتتاحيه. فكنا حريصين على ان المؤتمر هذا انه يتميز بتميز الذي نشكر سعاده حميد علي.